معانا على التليفون اللي هو محمد ناصر رئيس جهاز تنمية سيناء الأسبق. سيادة اللواء أهلا بحضرتك، وشايف إزاي الاهتمام الرئاسي بتنمية شمال ووسط سيناء وأثر ده إيه على المواطن السيناوي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في إطار جهود الدولة الحديثة واللي بيتابعها سيادة الرئيس بمجهود عظيم من سيادته يعني في الفترة الأخيرة بالذات، احنا عارفين كلنا ان سيناء هي محور رئيسي للامن القومي المصري. بيتطلب الامن القومي المصري اساسا في سيناء انها لازم تتعمر بالبشر والتجمعات السكنيه كنقطه اساسيه لهذا الامن. ان شاء الله باذن الله في مشروعات كثيره جدا تمت وتتم على ارض سيناء خاصه بالتنميه والتعمير. اهمها طبعا واللي ركز عليه السيد الرئيس النهارده اجتماعه مع السيد الشيخ رئيس التخطيط العمراني والسيد رئيس الهيئه الهندسيه والسيد مدير اداره المياه، وايضا مع العديد من الشركات الاجنبيه المتخصصه في عمليه رفع المياه، لان زي ما حضرتك عارفه في امدادين بالمياه الخاصه بالزراعه حاليا بيتم في سيناء. الاولاني خاص بمعالجه مصرف المحتمه، ودي طبعا هتضخ حوالي 1,000,000 متر مكعب يومي في اتجاه وسط سيناء، ومعالجه مخرج بحر البقر وخلطه بمياه من ترعة السلام هيضخ ايضا في شمال ووسط سيناء. احنا عارفين طبعا من ضمن البنود المشروع القومي لتنميه وتعمير سيناء زراعه حوالي 400,000 فدان في شمال سيناء، بالاضافه لحوالي 600,000 فدان جاهزين للزراعه في وسط سيناء. ان شاء الله لما يكتملوا هذه المشروعات تتم عمليه اصلاح الاراضي الجاريه حاليا، وايضا بعض المجتمعات السكنيه اللي بيقوم بيها القوات المسلحه وجهاز التعمير في وسط سيناء بالذات، هتبقى في تجمعات سكنيه مبنيه على ظهير اقتصادي اساسه اصلاح الاراضي وزراعتها. وطبعا هذا الكلام بيوفر توصيل لأهلينا من الوادي ينتقل الى سيناء، وده اتجاه رئيسي للامن القومي ان احنا نعمر سيناء بركنين من غرب القناه الى شرق القناه كنقطه اساسيه في الامن القومي المصري. طب سياده اللواء الرئيس السيسي النهارده وجه بالاسراع في الخطوات التنفيذيه للمشروع القومي لتنميه وسط وشمال سيناء، خصوصا اللي بيتعلق باستصلاح الاراضي ونقل مياه الري من غرب قناه السويس الى المناطق المستهدفه داخل سيناء. اليات تنفيذ هذه التوجيهات ايه؟ هو حضرتك طبعا الموضوع كله بيترتب على عمليه معالجه وضخ المياه الى سيناء. هذا الموضوع طبعا في ارتفاعات متدرجه بتبقى عايزه طبعا خبرات كبيره وعاليه. عشان كده النهارده كان اجتماع سياده الرئيس شمل العديد من الشركات الاجنبيه المتخصصه في هذا الموضوع. وجود هذه الشركات هينقل الخبره والتكنولوجيا للجهات الفنيه الخاصه بهذا الموضوع في مصر، وان شاء الله هيبقى ليه مردود كبير جدا في ضخ هذه المياه لاستصلاح هذه الاراضي وزراعتها. سيادة الرئيس ايضا وجه ان تكون زراعه هذه الاراضي متكامله الاركان وعلى اعلى مستوى عشان تبقى فعلا منتج جدير بارض سيناء، ولان ارض سيناء طبعا معروف انها ارض خصبه وارض مباركه، والانتاج الزراعي بتاعها ممكن لو استخدمت فيه تكنولوجيا عاليه يطلع انتاج مش موجود على مستوى العالم كله. فان شاء الله باذن الله هذه الخبره تنتقل لينا ونقدر نحقق هذا الكلام ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء محمد ناصر، شكرا ليك يا فندم.